صباح بحضراتكم مره كمان، وخلينا نتابع دلوقتي معاد اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه وزميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم الموجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الخير، بنرحب بيك انا وكريم واكيد دلوقتي كل الساده المشاهدين. خلينا نعرف منك طبعا عن اخبار النادي الاهلي الاخيره الخاصه بالفرق وغيره، ولو عندك اي برضو تفاصيل دلوقتي على توافد يعني الاعضاء يا ريت برضو تقول لنا. اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. الفريق هيواصل تدريباته بدون راحة سلبية طبعا بعد مباراة مصر للمقصة واللي انتهت لصالح النادي الأهلي بنتيجة 1-0، وبكده يكون ضمن الفريق مقعد في ربع نهائي البطولة. زي ما قلت الفريق هيواصل تدريباته بشكل طبيعي جدا. النهاردة تجمع الفريق هيكون الساعة 4 والمران هيبدأ الساعة 5 مساء استعدادا بقى للمرحلة المقبلة والمباريات القادمة. ده فيما يخص أخبار كرة القدم. خلونا بقى نروح للألعاب الأخرى. طبعا في البداية بهنئ منتخب شباب مصر طبعا بعد فوزهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية، لأن هم عملوا مباراة كبيرة جدا أمام منتخب المدغشقر قدروا ينهوها لصالحهم بنتيجة 81-54. شهدت المباراة الحقيقة سيطرة كاملة من منتخبنا للشباب، طبعا ببارك لهم مرة تانية. يعني خليني كمان أقول لكم إنه سداسي النادي الأهلي كان مشارك مع المنتخب، يعني اللاعب بيبو زهران، اللاعب كريم الجزاوي، اللاعب سيف هنداوي، محمد طارق خيري، يوسف حامد، وعلي وحيد. ببارك لهم طبعا وببارك لكل المصريين. خلونا بقى نروح للعبة كرة الطايرة. سيدات كرة الطايرة بيواصلوا استعداداتهم للموسم القادم، لأن هم يعني بيستعدوا بشكل قوي جدا، عندهم هدف واحد هو التتويج بجميع البطولات. وكان كابتن حمدي الصافي طبعا المدير الفني للفريق قرر الحقيقه تصعيد اللاعبه الشابه والموهبه الكبيره جدا، يمكن شفناها كمان الموسم الماضي، اللاعبه مي غزال للفريق الاول. يعني يمكن هي كان تم تصعيدها الموسم الماضي لكن ما كانتش بتشارك بشكل اساسي مع الفريق. اللاعبه بتشغل مركز السنتر، ان شاء الله الموسم ده هنشوفها بتشارك بصفه مستمره وان شاء الله تكون اضافه كبيره لفتيات الذهب. خلونا بقى نروح لشباب كرة الطايرة وأيضا منتخبنا للشباب تحت 21 سنة. طبعا زي ما احنا عارفين ان بطولة كأس الأمم الإفريقية بدأت منافستها في تونس، يعني من يوم 13 حتى يوم 23 أغسطس. كمان كان تم الإعلان عن القائمة واللي بيشارك فيها رباعي فريق النادي الأهلي، اللاعب زياد أسامة، اللاعب حمزة حمدي الصافي، اللاعب عبد الله سرور، واللاعب محمد ياسر. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وبنتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. ان شاء الله زي ما باركنا لمنتخب الشباب لكره السله كمان نبارك لشباب كره الطايره بالتتويج ببطوله كاس الامم الافريقيه. خلونا بقى نروح للعبة كرة اليد ولاعبة جديدة بتنضم لصفوف فريق سيدات كرة اليد، اللاعبة دينا هاني. يعني طبعا هي لاعبة منتخب الأردن وأيضا قادمة من فريق الطيران، إن شاء الله تكون إضافة كبيرة جدا للفريق. زي ما احنا عارفين طبعا إن الفريق بيستعد بشكل كبير جدا للموسم القادم. يعني كان كمان تم الإعلان عن التعاقد مع أكثر من صفقة، طبعا اللاعبة تؤى كامل وأيضا التونسية اللاعبة سعيدة رجب. بنتمنى لهم كل التوفيق فيه، ان شاء الله يكون موسم استثنائي ويقدروا يحصدوا جميع البطولات. اخيرا بقى نروح للعبه تنس الطاوله وبالتحديد بطوله الجمهوريه، واللي الحقيقه شهدت سيطره كبيره جدا من رجال النادي الاهلي، يعني قدروا يحصلوا على الاربع مراكز الاولى في البطوله. في المركز الاول اللاعب يوسف عبد الله العزيز، المركز الثاني اللاعب محمد البيلي، في المركز الثالث اللاعب محمد عادل شومان، والمركز الرابع اللاعب خالد عصر. يعني طبعا ببارك لهم وببارك لكل الأهلوية وإن شاء الله بنتمنى لهم مزيد من التألق. يعني دي كانت أبرز الأخبار من داخل مقر نادي الأهلي بالجزيرة، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جدا لهذه التغطية من زميلتنا العزيزة والمتألقة فعلا هنا أبو القاسم، بحبها قوي من المذيعات الشاطرين واللي تحب تسمعهم كمان جداً عندنا جداً فعلا جدا جدا.